رضاني بعد ما عرف القصة وفهم ان حصل سوء تفاهم مش اكتر، وما كانش ينفع نبوظ الفرح. اول تعليق من الشاب اللي امام عاشور زقه فرح مروان عطية. تعالوا نشوف الحكاية. حصل لقطة غريبة في فرح مروان عطية لما امام عاشور لاعب الاهلي زق شاب كان واقف ورا مراته في الفرح، وكان موقف مش كويس للشاب وسبب له حالة من الاحراج. بس الشاب وقف ساكت وما تكلمش ولا عمل اي مشكلة ولا رد على امام عشان فرح صاحب عمره ما يقلبش بخناقة او يبوظ عليه فرحته. الشاب طلع عشان يرد على كل الكلام اللي انتشر على السوشيال ميديا، وكتب بوست على صفحته الشخصية على فيسبوك وقال: وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. بالنسبة للموضوع اللي كان حاصل بيني وبين الكابتن إمام عاشور، فالموضوع كان خلصان في وقتها، والكابتن إمام بره القاعة رضاني بعد ما عرف إن القصة كانت سوء تفاهم مش أكتر والموضوع خلص. والفيديو لما نزل على السوشيال ميديا في ناس خدته في سكة أهلي وزمالك، لكن الناس ما شافتش اللي حصل بيني وبين الكابتن إمام بره القاعة، الناس شافت الفيديو اللي فيه المشكلة بس. والكابتن إمام اتصل بيا وكلمني كذا مره النهارده وكلمني فيديو وقال لي: اوعى تكون لسه زعلان على سوء التفاهم. والراجل اتكلم بكل احترام وانا شكرته على اسلوبه وانه رضاني والموضوع انتهى. فيا ريت الناس الكويسه اللي يهمها الحق وملهاش علاقه باهلي وزمالك حصل فهم واتزقيت، ولما الصوره وضحت الراجل تفهم الموضوع سواء وقتها او بعد كده، وانا الحمد لله مرضي والحمد لله ان الموضوع خلص وعدى وفات. اللي يهمه شخصي فانا اترضيت والموضوع خلص، واللي واخد المساله شخصيه واهلي وزمالك فضرب بينا يهدي نفسه والحاله. وفي النهاية وبعيدا عن الكورة كلنا اخوات وحبايب، وكل التقدير والاحترام لكل الناس المحترمة اللي تدخلت في الموضوع. فيديو امام عاشور وهو بيزق الشاب في الفرح انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا وسبب حالة من الاستياء بين جماهير الاهلي، خصوصا ان امام لاعب كبير ما ينفعش تطلع منه تصرفات زي دي، وان فعلا الشاب كان واقف بعيد عن مراته وما كانش عنده نية انه يضايقها خالص. بس امام اتسرع وعمل اللي عمله ورجع اعتذر للشاب بعد ما فهم الموضوع والصورة بقت واضحة قدامه. شاب من اللي كانوا حاضرين في الفرح طلع اتكلم وقال ان بعد الموقف ده ما حصل على طول افشى راح للشاب اكتر من مره وبس راسه وقال له: حقك عليا. واكيد امام ما يقصدش انه يعمل حاجه زي كده. كمان بعض لعيب الاهلي عملوا زي افشى وراحوا للشاب واعتذروا له، وده بعد ما عرفوا ان الشاب ده من اصدقاء مروان عطيه المقربين وكان جاي من سفر عشان يحضر فرح صاحب عمره ويكون معاه في اهم يوم في حياته. واللي حصل معاه كان موقف مش لطيف، بس وقف ساكت وما كانش ليه اي رد فعل عشان كان خايف فرح صاحبه يقلب ويحصل خناقه.